السلام الله عليكم وبركاته. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل ندوه جديده من ندوات قناه الموريتانيه التي تواكب بها الذكرى الثالثه لتنصيب فخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني. في هذه الندوه مشاهدينا نستنطق اراء الشباب لنقف معهم على ما تحقق للشباب خلال 3 سنوات من حكم فخامه رئيس الجمهوريه. ماذا عن طموح شبابي المشروع وما العقبات التي ما زالت تقف دون تحقيق بعض الطموح والامال، وما الدور المنوط بالشباب في العملية التنموية بشكل عام والسياسية بشكل خاص؟ يسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع السيد علي ولدمين، باحث في العلوم الاجتماعية. أهلا وسهلا بكم أستاذ الكريم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. السيد ملائي مسعود، ناشط سياسي، أهلا بك أستاذ الكريم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. السيدة فاطمة جبريل جاه، ممثلة مجموعة أبو بكر الحاج محمود باه السياسية، داعمة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني تعهدت. أهلا وسهلا سيدة الكريمة، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. الدكتورة أم المؤمنين مولود، الأمينة العامة للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، مستشارة رئيس اللجنة الشبابية لحزب الإنصاف. أهلا وسهلا سيدة الكريمة، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. السيد الشيخ والصنبة، الأمين التنفيذي والمكلف بالشؤون السياسية بلجنة شباب حزب الإنصاف. أهلا وسهلا سيدة الكريمة. أستاذتنا سنبدأ بمحور أساسي أول، وهو ماذا ستكون لنا 3 محاور في هذه الندوة. سنبدأ بالمحور الأول وهو كيف تقيمون ما تحقق للشباب. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترى ما تحقق للشباب الموريتاني خلال هذه 3 سنوات من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عادة في اللحظات المفصلية من حياة الأمم يكون للشباب دور حيوي من جهة المساهمة في تشكيل الحياة العامة والسعي نحو تغييرها. مثلا في لحظة الاستقلال كان الشباب هم الحامل الأول لفكرة التغيير، كانوا هم نشطين على مستوى الإدارة، كذلك في الحركات السياسية والفكرية كان الشباب هم الحامل الأول. نلاحظ في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ نشأة موريتانيا أن الشباب كانوا هم المعبرين عن هذه الأفكار الجديدة وشكلوا نقطة همزة وصل بينها وبين المجتمع التقليدي. وفي هذه اللحظة شكل هذا الدور محفزا كبيرا لما سيتشكل لاحقا. طيلة العقود الماضية لم تأخذ الحياة السياسية منحا جديدا عدا الذي أخذته في لحظة الاستقلال أو عند النشأة، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ منحى آخر يظهر، هو أن الشباب بدأوا يهتمون أكثر بالسياسة وبدأوا يهتمون بالمجال العام ويسعون للدخول فيه والمساهمة في النقاش على مناحيه العديدة. وكان خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني إبان ترشحي في الحملة الرئاسية في إحدى الولايات الداخلية، أظن بأنها سليبابي، منبها على هذا التغير الذي بدأ يحصل، وهو ما سيترجمه لاحقا في أحد المؤتمرات عندما أول على الشباب تعويلا كبيرا في التغيير الذي نحن في صدده على مستويات عديدة ونترقبه. الدور المنوط بالشباب في هذه العملية هو دور سياسي بامتياز، بمعنى أن الشباب باعتبارهم قوة صاعدة على مستويات عديدة يساهمون في 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 تقريب النقاش العام بين النخب الحاكمة وبين المجتمع بأطيافه العديدة. هذا الدور لا يمكن إلا أن يكون شبابيا، نظرا لأن الشباب هم المساهم الأول في هذه العملية. طيب أستاذ ملاي، الشباب في هذه المرحلة التي تسلم فيها فخامة رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد كان يعاني عدة إكراهات على مستويات عدة. أولا غياب الشباب الفاعل في المجال السياسي أو التمحور الخاطئ أو التموقع الخاطئ كما يقول البعض في هذه المرحلة بعد 3 سنوات من حكم رئيس الجمهورية واهتمام بالغ عبر عنه مرات ومرات بالشباب. كيف ترى وضعية الشباب اليوم وما تحقق له على الصعيد الهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نختار نقول بعد أن الشباب الموريتاني، والله الشباب صفة عامة، بل أنه هو الركيزة الأساسية لبناء أي بلد، وهذا جعل فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بل أنه يعود عنده اهتمام كبير بالشباب، مما جعل ذاك التركيز ينصب في عدة مجالات بالنسبة لنا أساسية، ك ك ك
ردة فعل علي 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 الادوار المنوطه اللي يلا يقام بها في صالح تنميه الشباب ودعم الشباب وتطوير مجالات الشباب. وهذا يتمثل لأن الشباب هو الراس انطلاقا من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية. لاحظ لأنهم تغير صراحة إيجابي في إطار العملية السياسية وكذلك بناء الدولة الموريتانية، مما جعل أغلبية الشباب ينصب اهتمامهم شورى عدة مجالات من ضمنها المجال السياسي، ولا شك أنهم ما زالوا يبحثوا فيه المكانة به اللي ماذا تجبروا فيه المكانة اللائقة بهم كونهم هم يعني همزة الوصل في ذيك النجاحات كاملة اللي تخلق مستويات الانتخابات السياسية سواء كانت تشريعية أو رئاسية. والجانب الثاني هو الجانب الاقتصادي، وهذا يتمثل في تركيز الشباب اليوم على تركيزهم على الاقتصاد وخاصة الزراعة في ضواحي شمامة. الحمد لله بدأ الشباب الموريتاني يفهم بأن الاقتصاد بأنه هو اللي من خلاله قد يلعب دور محوري في بناء الدولة، وكذلك هم اللي تقليص نسبة البطالة، وهذا بحد ذاته نحن بالنسبة لنا مهم ونثمنه، بالإضافة لخلق فرص للشباب اللي عاطلين عن العمل عن طريق تكوين مدرسة تكوين المهنية هذه اللي معادلة جديدة تكوين مهني بشكل عام والله. وهذه بالنسبة لنا احنا بأنها تشكل فرصة مهمة للشباب اللي ما جبروا فرصة يكملوا بها دراستهم، وهذا بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية يولي اهتمامه مهم عنده حتى ومركز عليه، ولذلك الأساس بان إليهم ياسر من الأمال، ونحن نترجاهم على أن الشباب على أنهم يحاولوا على أنهم يعودوا عند حسن ظن فخامة رئيس الجمهورية، وعلى أنهم كذلك هم اللي يساهموا في بناء الدولة الموريتانية كلهم بدوره وكلهم بعض بمستوى اللي هو عنده. طيب سيدة فاطمة، الشباب اليوم بعد هذه السنوات الثلاث من حكم رئيس الجمهورية كيف ترين ما تحقق له خاصة على المستوى السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون هذه الحكومة تعهدت بتشغيل الشباب وبتمكينه، والحمد لله رب العالمين تحقق الكثير للشباب خاصة في مجال السياسة. الشباب الآن جلهم يمارسون السياسة ويحاولون أن يدخلوا في هذا المجال السياسي، هذه نقطة إيجابية لهذا الشباب. الشباب عندما جاء هذا الحكم حدد الكثير من البرامج لهذا الشباب، برامج مفيدة. من أهم هذه البرامج مشروعي مستقبل. أنا ذاك في تلك الفترة مشروعي مستقبلي شارك كل الشباب في هذا البرنامج، لأنهم يعتقدون أنهم لابد لهم من أن يتكونوا، بأنهم لابد لهم أن يعملوا، بأنهم لابد لهم أن يشاركوا في بناء هذا الوطن. فكان مشروعي مستقبلي لفتة إيجابية إلى الشباب. وكذلك هذه الحكومة فتحت مراكز تكوين في كل مقاطعات البلاد، مراكز تكوين لهذا الشباب. تمكن الشباب من التكون في مجالات عدة، من هذه المجالات مجالات الخياطة، مجالات المحاسبة، مجالات المكاتبة، وهذا كان نقطة إيجابية لهذا الشباب. الشباب اليوم جلهم متكونون في هذه المجالات التكوينية، وهذا كان نقطة إيجابية وكان مكسبا كبيرا لهذا الشباب. طيب شكرا دكتورة. المرأة الشابة اليوم اللي تطرق تحدثنا عنها بشكل خاص ونتحدث عن الشباب بشكل عام بعد هذه السنوات الثلاث وعلى مختلف الأصعدة، هناك إكراهات التشغيل، التكوين، الولوج لمناصب التأثير في الوطن، هذه الأصعدة كلها ماذا ترين ما تحقق للشباب على مستواه بصفة خاصة المرأة الشابة في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة مرحلة من أجل تقييم هذه المرحلة التي مرت من حكم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني،
وبناء على برنامج الانتخاب التعهداتي الذي ذاق فيه الموريتانيون عموما، وكان في كل مفاصله اعتبار يعتبر الشباب المحرك الأساسي للتنمية، ويستهدفهم في كل مفاصل برنامج تعهداتي. من قرأ تفاصيله يجد الشباب حاضرا في كل التفاصيل. بدأ البرنامج بتطبيق هذه التعهدات، وواجهت الدولة كارثة كورونا التي ضربت العالم، وكانت تحديات عظيمة جدا، وحاولت الخروج بأقل الخسائر، والحمد لله تمكنت بلادنا من الخروج بأقل الخسائر على غرار القليل من بلدان العالم التي تمكنت بالخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر. يعني هذه الجائحة وجهت غيرت توجيه استراتيجيات الاقتصادية، وتوجيه تغير الموازين والميزانيات التي كانت توجه إلى برامج معينة، كانت تدعم برامج معينة، تغيرت كل الموازين، وأصبح التوجه يعني فقط من أجل الخروج بالبلاد من هذه الجائحة التي استغرقت سنتين، والحمد لله استطعنا الخروج منها بأقل الخسائر بفضل الحمد لله بفضل الله تعالى، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية على المستوى الاقتصادي. تمكنت البلاد من تحقيق معدل نمو مريح بلغ في سنة 2000. دعين هنا لي تطغى لي يطغى لي تخصص شوي لا بد أن أذكره لأن يستفيد الشباب نعم يعني من يستفيد بكافة السكان. حققنا معدل نمو في سنة 2020 التي كانت سنة شديدة جدا ب 0.9%، ثم في سنة 2021 قدر معدل نمو ب 3.2%، ومن المتوقع إن شاء الله أن يصل 4.8 قريب من 5% في القريب العاجل، وهذه الحمد لله نسبة مريحة جدا. مكنت هذه النسبة من تقليص مستوى الفقر، ثم تحقيق قدر معين من الرفاهية الاجتماعية للسكان، ونلاحظ من هذه من مستوى هذا النمو ومن تقدير من تحصيل هذا المعدل من تحقيق الرفاهية للسكان تقليص أيضا مستوى البطالة وتشغيل الكثير من الشباب. الشباب يستفيد عندما يستفيد البلد على كل الأصعدة، فتم تشغيل استفادة العديد من الشباب من برنامج مشروع مستقبلي في نسختيه وفي أكثر من نسختين أعتقد، استفاد الكثير من الشباب. ثم في البرامج التي أنشئت أيضا لدعم الطبقات الهشة، برنامج أولوياتي واحد، ثم برنامج الاجتماعي الآخر أولويات الموسع الذي بلغ 300 غطاءه المالي بلغ 300 مليار أوقية قديمة، أيضا استفادة الكثير من الطبقات الهشة والطبقات المعوزة من المجتمع، والتي كانت تعاني من أجل تشغيل أبنائها ومن أجل يعني انخفاض مستوى التشغيل بفعل هذه الجائحة. ثم تلت هذه الجائحة أيضا الحرب على أوكرانيا التي يعني ألقت بأضرارها على المجتمع وعلى يعني على العالم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى الرفاهية. الحمد لله كان في هذا البرنامج يعني مواكبة من الدولة لكافة طبقات الهشة، ثم بفضل هذه المواكبة يستفيد الشباب أيضا. تم تشغيل العديد من الشباب، كانت هناك تعيينات على في صفوف الشباب كثيرة، شهدت هذه الفترة الأخيرة تعيينات كثيرة في صفوف الشباب، واستفاد الشباب عموما. هنا أريد أن أنبه إلى نقطة، وهي أنني أود من الشباب أن العناية أيضا بأنفسهم. الشباب يلتم زادهم ينتظروا، طبعا نحن ننتظر الكثير من الدولة والتشغيل وحصص لكل الشباب، حتى حصص في البرلمان، حصص في كل شيء، حتى نود أيضا تحيين للمجلس الأعلى للشباب حتى يكون رافعة حقيقية لهموم الشباب والعناية بمشاكلهم واهتماماتهم. نود أيضا تحيين لهذه اللائحة وتشكيلتها من جديد، وحتى وإعطائها الصلاحيات الكاملة حتى تستطيع أن ترفع طموحات الشباب وتعلو بها حتى تنفذ. يعني في هذا الإطار أود أيضا من الشباب أن أحفزهم أو أن أشد على أيديهم من أجل التكوين والتكوين والتكوين. يعني الشاب كامل مازال قاعد يقرأ يلتو يواصل قرايته حتى ينال على الشهادات، ثم بعد ذلك يكون له الطموح في التعيينات وفي المراتب وفي كل شيء. من لم تساعدهم أيضا ظروف في مواصلة الدراسة ويعني فاتت خطات تعليم الفرصة، أيضا يجب عليهم تكوين أنفسهم من خلال التكوينات المهنية ومن خلال يعني التكوين الذاتي موجود حتى هو. الشاب أنا أعتقد أن أي شاب اليوم متكون حامل لشهادة عليا
يتميز بكفاءات عالية سيجد مكانه في برنامج فخامة رئيس الجمهورية. من أكيد فخامة رئيس الجمهورية يود أيضا والجهات المعنية يودون الرفع من شأن الشباب والعناية بالشباب، ويعتبرون الشباب رافعة أساسية ومكونة يعني فئة عمرية من هذا المجتمع تحمل الكثير من الطموح والنشاط والحيوية. فقط على الشباب أنه يتحمل المسؤولية وعداد هو يحمل كفاءات عالية. واضح. يعني سأعود إليك لاحقا أستاذ. اهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبر عنه كما تفضل الأستاذ علي مرات في برنامجه الانتخابي المكتوب، وحتى في خطاباته المتتاليه بعدها، بل في احد الخطابات وصفه نفسه بانه صديق للشباب. انا صديق. هذا الاهتمام على ما فيما تجسد برايك، هذا الاهتمام البالغ بالشباب خلال هذه السنوات الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. نحن هنا عندما ننطلق من تقييم هذه الفتره المصاريه من مموريه فخامة رئيس الجمهورية ما يتعلق بالشباب، انطلاقا من تشخيص فخامة رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في برنامجه عن وضعية الشباب، عبر تعبير من أهم التعابير اللي تقد تأكد عن فخامة رئيس الجمهورية عنده وعي كبير بوضعية الشباب، اللي قال عنه أنه هو أولى الأولويات بالنسبة له، وعنه إنين يجبر التأطير والتكوين عنه يدور يمارس الحياة بشكلها الطبيعي اللي الله يمارسه، وعنه ما اللي يعي جيدا أن هناك نسبة كبيرة من الشباب عنها تعاني قدر من الهشاشة وتعاني قدر من الأمور اللي سببها التفاوت وسببها، وهذه تعتبر قاع أول مرة تسمى الفئة من الشباب اللي ما جبرت فرصة في تعليم لائق، لا جبرت فرصة في العناية في سن تمدرس والظروف المواتية اللي تقد تعاونها عنها. أول مرة نسمعوا ذكر هذه الفئة بشكل رسمي، وعليه انطلاقا من التشخيص كانت المحاور الأساسية في سياسة فخامة رئيس الجمهورية الموجهة للشباب اللي جاءت في البرنامج تتمحور حول ثلاث محاور مهمة، هي التأهيل وتوفير فرص العمل المستقر والثقة في تحمل الشباب المسؤولية. والتأهيل هو اللي كيف تعرفه من ناحية اللي فات تم تحقيقه، لأن بدأوا بالإصلاحات اللي تمت في التعليم والبرامج كاملة الموجهة للشباب، برامج تكوينية وبرامج ترقية والتعطير، هذا نفهمه من خلاله عن فهم سياسة حقيقية ذي قالوا التأهيل وتهيئة الشباب للولوج لسوق العمل والله الولوج لتحمل المسؤولية، وفهم ذي قالوا خلق الفرص العمل كيف تعرفوا البرامج اللي والقرارات اللي تمت في قالوا شراكة بين القطاع العام والخاص، وذي قالوا توفير دعم الشباب خلق هذا فرص دعمها بالتمويلات مشاريعها مشاريع المدراء للدخل ودعم المستثمرين واستقطابهم ودعم رجال الأعمال، كامل هدف منه السبب فيه عن يخلق فرص عمل للشباب به اللي ياسر منه يتكون، معناه أنك تهون إلى قاع عطرته والله أهلته والله كونته إلى عاد حملت شهادات عليا الوظيفة العمومية كاملة ما تقد يليجي لها جميع الخريجين، وبالتالي لا بد تعود فهم خلق فرص أخرى في القطاع الخاص لا هي تمتص البطالة، وهذا تم الحمد لله قدر منه. والجانب الآخر اللي يتعلق بالتكوين التعطير لا بد من اللي تعود فهم سوق العمل يعود محتاج للمهن، هذا تم تكوين قدر من الشباب ما يقارب 18000 تقريبا شاب، تم تكوينها 18000 حدود 19000 شاب زين قالوا التكوين في حصلوا على شهادات مهنيه تخول لهم عنهم يجوا المناصب، وفهم قرابه 18 تم تكوينها تكوين سريع اللي كان السوق محتاج له. ما يتعلق بثقه في قدره الشباب على تحمل المسؤوليه، فهم قطعا قرارات كما سبت الوقت، فهم قرارات واجراءات تمت خلال تكليف شباب بعض الشباب القياديين وبعض الشباب النشطين السياسيين والشباب غير السياسيين حامل الشهادات بمسؤوليات من خلالها نوع من 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 اعطاء الثقه ونوع من تأهيل الشباب لتحمل المسؤوليه والقياده المشاركه في تسيير الشان العام. وعليه نقول عن الفتره اللي فات قضات من العهده
عنها فترة كانت الشباب اجبر فيها قدر من العناية، ومؤخرا كيف تعرفوا تم الإعلان مؤخرا رئيس المؤتمرات عن حزمة من الإجراءات فيها توفير إعلان عن 20 مليار لدعم مشاريع التكوين والتعطير للشباب، وهذه مهمة. تم طبعا ملي إعلان من طرف فخامة رئيس الجمهورية عن إعادة هيكلة العمل على إعادة هيكلة مجلس الأعلى للشباب من أجل تحويله من هيئة استشارية إلى هيئة لديها جانب تنفيذي يتعلق بقضايا الشباب وتعطيرهم وتكوينهم ومواكبتهم، وهذا سابقة أيضا ونحن مثلا تعويلنا كبير. اللي عدل عن تقييم شوي لا يعود موضوع عند قدر الناس به اللي ارتفع سقف طموح الأمل والطموح لدى الشباب به اللي شافوا عن فهم إرادة حقيقية وشافوا ملي مسائل تنسمى. كيف عند هذه إرادة حقيقية صيغة عليها سؤالا نوجهه للأستاذ علي، هذه الإرادة الحقيقية التي تحدثتم عنها جميعا والاهتمام بالشباب البالغ في هذه المرحلة، ما المطلوب من الشباب في هذه المرحلة ليواكبوا هذه الإرادة ليكونوا مؤهلين للولوج للمناصب العليا ولريادة الأعمال حتى وللحوة وللمشاركة في التنمية الوطنية بشكل عام؟ ما المطلوب من الشباب في هذه المرحلة؟ أولا على الرغم من تشديدنا على الدور المحوري اللي طالما مثلا لعبوه الشباب في مراحل مفصلية من حياة الأمة، لا بد من نبهه أيضا على أن ثم رواية التخلي والتخلق على مدار التاريخ السياسي عن مسيرة الشباب تستقل شعاراتيا وسياسيا الطريقة وابتدأ لو دخلك مثلا تشوف فرنسا زمن حكومة فيشي يتم مثلا تمجيد الشباب بشكل مبالغ فيه على حساب النضج على حساب المحتوى السياسي الحقيقي على مستوى القيمة ذكية المعنوية اللي الله خالق ورك مثلا إياك ما نوقع فيه وإذا راه النظام مثلا ما وقع فيه على الرقم مثلا إلى عناية كبيرة للشباب ما وقع فيه من الاستقلال والله من التمجيد الفارق اللي يعود شعارات بضبطه ما بدلا من ذا إنشاء كان عن يلا يتم تركيز على معطيات حقيقية وخلالها يتم ولوج الشباب والشأن العام. أي المعطيات عن الشباب يلطو أولا يخرط في الأحزاب يمارس السياسة يجبر في مجتمع منظمات المجتمع المدني وجمعياته، هذا الدور مازال فيه نقص كبير. ولاحظ اليوم من ذم عزوف كبير عن المجال العام وبالتالي عن السياسة، الشباب تجبروا خريطة أساسا على فيسبوك وعلى التدوين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي تخرص ما عندها حامل موضوعي ولا اجتماعي ولا تأثير حقيقي. الوسائل معروفة والقنوات معروفة للتأثير في المجال العام والدخول هي القنوات المعتادة كيف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. هناك اليوم غياب كبير الشباب في هذه الأمور. نلاحظ أيضا الشباب دائما كانوا عنصر مقياس وعنصر تحليل فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والرفاه والاقتصاد والتنمية على المستوى الدولي. اليوم الشباب الموريتاني يعود موجود بشكل فاعل على المستوى السياسي، إياك يحضر كمقياس تحليل بالتأكيد على اللي يعدل على هذه المستويات. طيب في هذه النقطة أريد أن على الأقل نزيل اللبس لمن لم يتضح له الأمر. البعض يرى أن بعض الشباب دخلوا المجال السياسي وصفوا بالنشاط فيه مارسوه فترات متعددة، هم شاركوا في خلق أحزاب سياسية أو خلق حضور لأحزاب سياسية هكذا يرون، لكن لم يجدوا ما يستحقون حسب تعبيره. لا تعتقدون أن هذا الأمر يعتبر صادما للشباب أو غير مشجع على ممارسة سياستي والولوج للشأن العام؟ لا، ما هو على حيلته هذه، احنا فعلا الشباب مهتمين بالسياسة، ولكن الاهتمام مما ينبع أولا؟ الشروط والمعايير اللي ينبغي الالتزام بها ممارسة السياسة على مستوى قاعدة وعلى مستوى النخبة ما متوفرة، تجبر ما فهم خطاب سياسي أولا، عنده محدداتك يا وطنية تساعد والمساهمة على مسألة العدالة والمساواة تزي فيها شيء، تجبر ما فهم أولا ذي الأحزاب ما عندها حامل موضوعي ما فيها تمثيل، ما فيها تمثيل أهلي، ما فيها تمثيل اجتماعي، ما فيها تمثيل نخبوي، وهذا هو اللي مثلا مانع من ينجبر الشباب بشكل حقيقي في الميدان السياسي. كوني أنا نقول لا بد نعدل الحزب والله مستعد نعدل الحزب والله نقص وزارة الداخلية نطرح ملف الحزب، إذا ما هو كافي لا بد أولا عند الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة السياسة، وهذه الشروط معترف بها وعندها أدوات وعندها آليات، لا بد تعود أولا الرصينة ولا بد تعود مثلا تراعي الأساسيات اللي ينبغي من خلالها العمل السياسي. واضح أستاذ، في إطار العمل أو اللي بطالة قصدك الأستاذ مولاي، العمل هو هاجس الشباب في كل الدول لأن الشباب هو القوة العاملة في البلاد،
وحمل شهادات يطمحون إلى عمل أو إلى مناصب توازي أو تساهم على الأقل توازي شهاداتهم والجهد الذي بذلوه. إشكالية العمل والولوج للمهن اللي يعتبرها البعض من عنده عقلية قديمة على بعض المهن غير لائقة وإلى آخره، في ظل هذا السعي الوطني لحل هذه المشكلة الجذرية، ما المنوط بالشباب اليوم؟ ما الذي يجب أن يتوفر للشباب من الإرادة ومن الجدية ونبذ الكسل والعجز من أجل الولوج لمجالات عمل متعددة باتت إلى وقت قريب يبال لصاحبها نظرات ازدراء واحتقار؟ ما ينبغي أولا هو بأن الشباب الموريتاني يا الله يعرف لأن عليه مسؤولية كبيرة، وهذه المسؤولية صراحة تترتب عليه هو بشكل كبير، ويجب لأن حتترتب عليه مسؤولية أنا بناء وطنه، لأنه أولا يا الله يقلع عنه الكسل، ولأنه كذلك يعود يحاول لأنه يعود عنصر إيجابي في وطنه. به اللي أنا أشوف لأن أغلبية الشباب الموريتاني هون المتعلم والغير متعلم لأنه عنده نظرة، وهذه النظرة صراحة نقدر لا نقوله بعلنها ما هي موضوعية حتى، بعلن نظرتهم كاملة تنصب في إطار لأنهم يوجدوا العمل إلا في إطار الدولة، ولأن حد ما أجبر العمل في الدولة والله فلك الدولة بعلنه ما أجبر فرصة مناسبة للشهادة والله مناسبة المستوى هو التعليمي. لذلك الأساس أكثرية الشباب الموريتاني دائما عنده لأن حد ما أجبر هاي الفرصة لأنه هو الراس داخل ذيك البوتاقة اللي هي البطالة والتهميش إلى آخر ذلك. يجب صعب أن الشباب يفهم بأنهم فرص أخرى كثيرة، وأنها أكثر هي قيمة حتى من فرص العمل تفتح الدولة، ولا شك أن تقدر تعود فرص نسبية غيرهم فرص أخرى كثيرة، ويجب على الشباب يركز عليها، وهي الفرص في مجال الاقتصادي، وخاصة أعلن موريتاني قائد مبارك علي حملة زراعية واللي دشنا ذاك نار فخامة رئيس الجمهورية في تام شكط. نشوف بأنها بداية يجب أن الشباب الموريتاني يا الله يقلع عنه الخمول ويقلع عنه الانكماش، يقلع عنه كذلك يعني العاطفية والمحسوبية اللي دائما هو بحد ذاته طارح لها رهين بأنها من خلاله قد يجبر عمل. هذا المجال شايف أنا بأن في حالة الشباب الموريتاني بكافة مكوناته وبكافة أعماره في حالته ركز عليه بأن موريتاني بأنها اللي تتخطى هذه المرحلة، به اللي نحن في هذه المرحلة الأخيرة نشوف بأن كوفيد وأعلن كذلك حرب روسيا أوكرانيا بأنها كان درس بالنسبة للشباب الموريتاني ودرس الموريتاني بصفة عامة، بأنهم يلا يساهموا فإنهم يحصلوا اكتفاء ذاتي يقنيمهم من الاعتماد للبلدان المجاورة وعد البلدان الثانية، وهذا ما يقدر يخلق يكون في حالة الشباب وهو بحد ذاته عنده إرادة بأنه ليساهم في خلق فرص عن طريق مجال الزراعة. ولا شك بأن فخامة رئيس الجمهورية والدولة بصفة عامة بأنهم مستعدين لدعم الشباب في هذا المجال، لكن الشباب مازال بحد ذاته شايف بأن الزراعة ما فات أتشكل قناة، وهذا بحد ذاته هو الخطأ اللي نبغون نحن يتقلبوا عليه. ثانيا هو المجال مولي ثاني هذا بالضبط يجرنا لدور الشباب الناشط والواعي في محاربة العقليات وفي المساهمة في تطوير الشباب بشكل عام. الأحزاب السياسية والكتل الشبابية اللي منضوية تحت أحزاب سياسية معينة يغيب عنها ذاك الحضور الفعلي في توعية الشباب ومصاحبة الشباب وشرح ما يجب أن يكون عليه الشباب، هي فقط في الأحزاب تستخدمها الأحزاب فيما تمام. تريد، لكن قربها من الشباب هذا ما هو ملاحظ. لماذا هذا البعد عن السبب؟ هو بعلن الأحزاب السياسية والمنظمات يعني المجتمع المدني علنها تلعب على عقلية الشباب، كون الشباب دائما كافيتوا وانتم مزدوا شباب وقدامكم مستقبل إلى آخر ذلك، وأنكم يلا تعودوا انتم هم يعني هم الورقة معمول بيها يا غير هذا يجعل بعلن الشباب داخل هذه التنظيمات كاملة بعلنها مجرد وقود للحملات السياسية، مجرد وقود للأعمال الميدانية اللي تقوم بها هذه الأحزاب وهذه الحركات داخل الميدان في الوقت اللي ننتلحق يعني الانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات التشريعية، ذا هو الشباب ما يشوف ذواته في هذا العمل اللي هو كان قايم به، وهذا بحد ذاته يجعل أغلبية الشباب الموريتاني بعلنه ما تلا عنده
ما تلا عنده أمل في هذه الأحزاب وهذه التنظيمات اللي لا شك بأنها تمثل قدر كبير من 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 اللاديمقراطية داخل هذه التنظيمات الحزبية. وهذا هو اللي نرجعه نحن من خلاله ذلك بعلن الشباب يفهم ذيك الدروس وبعلن يركز إلى الأهم. نحن بالنسبة لنا الأهم هو التركيز في الأمور الأساسية اللي تخدم الشعب الموريتاني واللي تخدم بناء الدولة الموريتانية بصفة عامة. ولا شك بأن فخامة رئيس الجمهورية فاتح ذريعته بعد للشباب بصفة عامة وطالبهم مستعد لهم كامل منه عنده أي مجالس وهو شن هو بعلنهم يلا يجوا يثبتوا جدارتهم في هذه المجالات ويثبتوا كذلك ملي قدرتهم يتحملوا المسؤولية. وأعلن الدولة عقب مستعد للدعم في جميع المجالات اللي قد الشباب يخوضوا في هذه المعارك. واضح. أستاذة فاطمة، إذا تطرقنا للمرأة في المرأة الشابة في هذا الإطار بمجالات عملها، مجالات ولوجها للعام، الشأن العام واهتمامها بالشأن العام، كما يقول الرجل يصفها البعض بنصف المجتمعي، وهي المشرفة على تربيتي وتكويني وتأهيلي للنصف الآخر. إذن المرأة محور أساسي في الشباب، ماذا عن مجالات عمل المرأة وعن حظوظها وولوجها للمجال العام وماذا تحقق لها في ظل هذه السنوات الثلاث منذ تصيب فخامة رئيس الجمهورية؟ نعم، كما قلت أن المرأة هي نص المجتمع وبأنها ركيزة أساسية في هذا المجتمع. فالمرأة الموريتانية اليوم يمكن أن نعتبرها أنها مرأة ناشطة في كل المجالات، ناشطة بالسياسة، ناشطة بالعمل الاجتماعي، بالرغم أنها تقوم بأعمالها في المنزل وبتربية أجيالها وبالدراسة وكل ذلك، فهذا بفضل الوعي المدني لدى المرأة الموريتانية. فالمرأة الموريتانية لها وعي مدني كبير في مجال تربية الأجيال وفي مجال السياسة وفي مجال العمل. فالمرأة الموريتانية يمكن أن نقول من النساء اللواتي يعملن ويربون في نفس الوقت. فالمرأة الموريتانية دخلت في مجال السياسة في عقود أولى من بناء هذه الدولة. فمن الستينات المرأة الموريتانية كانت وزيرة وكانت كاتبة وكانت تعمل في هذه الحكومة، تحقق الكثير لهذه المرأة. فالشباب الآن النساء متكونات ويعملن في جميع المجالات، خاصة في مجال السباقة ومجال الخياطة وفي مجال التجاري أيضا، يعملون عملا لا يستهان به. فهي تحقق لها الكثير، تحقق لها بأنها خرجت من الفكرة التي كانت لدى الموريتانية بأن المرأة لا يمكنها أن تعمل ولا يمكنها أن تقوم ببعض الأعمال وبعض المسائل. لكن كل هذا مضينا عليه وتخطينا وقطعنا أشواطا كثيرة في هذا المستوى. فالمرأة الموريتانية اليوم تراها في كل المجالات، تراها في المجال العسكري وفي المجال السياسي وفي المجال المدني وفي المجال الصحي، وهي تعمل في كل المجالات. هذا مكسب كبير للمرأة. لا بد أن نقول لبعض أخواتنا، مازال قليل من الأخوات لا يعين أن المرأة لها دور كبير في المجتمع وأن المرأة لا بد لها أن تعمل، خاصة في هذه الظروف. كما تعرفون في بداية كوفيد عانت المرأة كثيرا، خاصة النساء اللواتي كانت لهم مشاريع صغيرة يزاونونها، النساء اللواتي يبيعون بعض الأغذية، عانوا كثيرا في فترة كوفيد، لأن كوفيد كان يمكن أن نقول بأنه كان فترة استثنائية. صحيح. عانى منها كل العالم. صحيح. لكن الحمد لله هنا في بلدنا كانت الخسائر محدودة جدا، لا سيما أننا فقدنا فيها أحبة، لكننا الحمد لله مقارنة مع البلدان الأخرى والبلدان الكبيرة والبلدان التي كانت إمكانياتها كبيرة، مقارنة مع هذه البلدان كنا نحن خسائرنا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. دكتورة، تحدثت قبيل عن التكوين وعن ضرورة أن يهتم الشباب بالتكوين الذاتي، وسميتي التكوين المهني، تطرقتي حتى للمسار الدراسي.
طيب التكوين المهني اليوم يطرح لبعض الشباب اللي يحمل شهادات في مجالات معينة ربما السوق لا يحتاجها ويحتاج مهنا لا تتوفر في لا تتوفر لدى الشباب. الشباب مطروح له إشكالية أن يقول لك أنا قريت ومشيت وعاد عندي شهادة جامعية بس محيلة أنا رجعت بارك نعدل تكوين مهني من جديد ونعقب نعود نعمل يدويا. هذا كيف يوازي وشنو هو دور الشباب الناشط والواعي في توعيه الشباب وإزالة هذه العقليات اللي يستفيدوا من هذه الإرادة السياسية الموجودة لدى السلطة القائمة؟ جيد. أنا قامت بشكل عام في تخصص لا يتطلبه سوق العمل هنا في موريتانيا. التخصصات كلها يعني أي خريج في أي مجال معين لا شك فهمتيني مثلا نوضح في بعض التخصصات يعود الخريج منها حالا بالآلاف السوق يحتاج مثلا 2000 الآخرين ما يحتاجهم سوق العمل زين. بينما سوق العمل بحاجة لمجال مجالات أخرى فيها شح مصادر بشرية ما هي موجود وهذا موجود هذا تحدث عنه الدول تحدث عنه الوزراء المعنيين في القطاعات أكيد أكيد شفت هو ما قصدته بالضبط هون يجب التفريق بين يجب أن ينتبه الشاب أولا إلى فكرة معينة وهي أن الدولة ليست هي المشغل الأساسي أول في سوق العمل لا يجب أن تكون الدولة هي المشغل الأساسي ينقال قبل اتخاذ قرار اكتتاب يجب أن تفكر الدولة ألف التفكير باللي صارت هناك رواتب ستصرف مدى الحياة يعني ما دام هذا الشخص حي لا يتصرف هذا الرواتب ويجب أن تفكر تتخذ يعني القرار بعد الكثير من التفكير المشغل الأساسي هو القطاع الخاص هون يجب أن يفعل دور القطاع الخاص وتتخذ التدابير التي يجب في اتجاه تشغيل الشباب والفئات هذه الفئات العمرية الطامحة التي تحمل شهادات في الكثير من المجالات بمجال التكوين المهني أنا هون حث الشباب على أي شاب حامل شهادة عليا ولا يتطلبها سوق العمل أنه يحاول هو بنفسه إنشاء شركات هذه الشركات الصغيرة التي لا تتطلب الكثير رأس مال الكثير هون نحن نقول في الصين التي تتميز بكثافة سكانية عالية ما تقدر تسمي شركة ما هو شركة يعود فيها 50 رجاج على الفوق هون في موريتانيا اللي فيها أقل من 5 ملايين نسمة عندما يكون هناك المالك وحده ومعه شخص ينطلق عليها اسم شركة معه شخص واحد ينطلق عليها اسم شركة يعني لا كرياسيون لهذا إنشاء هذه المؤسسات الصغيرة المتناهية الصغر والمتوسطة بسيط جدا يجب أن يكون الشاب طامح ويطمح ملي طموحه على أنه يجد مصادر التمويل يبحث عن مصادر التمويل ويد عنده طموح أنه يفكر بسمحاله يجبر مصادر التمويل بسمحاله ملي يطبقها على أرض الواقع وبسمحاله يتابع برنامجه إياك يلاحظ فيه تقدم ويتم قيمه على كل مرحلة ولا شك سيتطور لا شك اللي ما هو صالح واللي العقلية اللي لا يجب أن يبتبقى في أذهان الشباب وهو أن أي شاب حامل لشهادة وجاء على الأرض الواقع أنه ينتظر من الدولة تشغله دائما إذا ما أجبر هذا التشغيل أنه تم ينتظر لأنه هو ما يقد يعود في ذاك المستوى المعين لا أبدأ من الصفر أبدأ من الصفر وسترتقي مع الفكرة الناضجة ومع التفكير الاقتصادي المبني على معطيات موجودة أصلا لازم تنجح المهم أنه يأخذ الإنسان المبادرة سيعين نفسه بهذه المبادرة قاعد له يخلق فرص عمل للآخرين وتعود تعقب تعود الشركة يعني رأس مال أستاذ هذه ما تحدث عنها دكتورة من الاهتمام بالمشاريع الخاصة والمشاريع الخاصة بوصفها الرافع الأساسي للشباب في هذه المرحلة مرحلة البداية ومرحلة الإنتاجية ثم مشاريع عند الدولة تمول هذا النوع من الأنشطة تآزو عندها شمذاك ومشروع مستقبلي شو يطلب الشاب إياك يعود قادر على الاستفادة من هذه المشاريع يعود مؤهل لها عن هذه المشاريع تستمر مثلا إذا أجبر تمويل ما يوكل ولا يخسر يستمر هذا المشروع يعود مشروع منتج يأخذه من دائرة البطالة إلى دائرة الإنتاجية والعمل جيد شكرا على كل حال هذا يدخل في إطار ذا اللي مطلوب من الشباب لا جزء من ذمول صحيح والأول منه هو ذي قال له التحمل المسؤولي كيف ما شدنا التحمل المسؤولية مثلا ما يقعد حاط طموح ويعود طارح ياسر من الآمال وهو لين يجبر الفرص هو ما مؤهل لها من ناحية المسؤولية ومن ناحية الاستعداد وما يتعلق بهاي المشاريع الأول فيها أولا يعني عود حد متحمل يعرف عنه اللي يتحمل مسؤولية أنه عنده قناعة بعد قاع بإنشاء مشروع ويعود فاهم معنى إنشاء مشروع شنو هو ولو معناها الثراء والحصول على الفضاء يلا يرى عنه مجال بعد قاع عنه ابتكار حد ذاته
به اللي مشروع يعود اكثر حالات يعود ابتكار به اللي لابد من عاد الفتره التاليه عاد يخلقوا يدخلوا تقنيات ويدخلوا ياسر من الامور وعيات عود فكريه وعيات عود ياسر من الامور فيها قاع خبرتك التمراسه وعليه هذه اكثر هي جهود شخصيه ولها الله يعود مقتنع به ويا الله يعرف عنها عيات عود فيها مثلا التزامات وتعاقد بين اطراف بما يتعلق باستلام الاموال وبالتالي الله توعد تحمل المسؤوليه ياك يعود اهلا في الوقت الراهن هون ياسر من الفرص ووزاره التشغيل والتكوين المهني عندها برامج فيها يقولوا له مشروعي مستقبلي وكانت الشباب كان فاصل فيه استفاد منه ياسر من الشباب وفيهم اللي نشحوا وعادي ينعل مثلا الجزء الثاني وارك الجزء الثالث به اللي اعطى نتائج ايجابيه فهم مشروعي مهنتي وفهم المشاريع المدرة للدخل في مجال الزراعه اللي عند تآزر وعند كان غير انا شاك عن لين نرجعوا لقبيل اللي قلت في اخبار الاراده قاطعتني شوي مهم اسف على المقاطعه مهم نفهموا عن خالق جانب قد يعود شوي يحتاج من التحليل يتعلق بالشباب يتعلق بعقليه شت الشباب يعاني من مسائل هذا اللي يتعلق بالولوج حسكم قلتوا عن واحدين عنهم يشاركوا قاع في تاسيس احزاب وشاركوا في انشطه كبير يعني تعود عاد خارج الاطار السياسي وعود عاد عنده ياسر من القيمه المعنويه غير اصبح الشاب ما تلمستها. اولا اللي عن نختار نقول للشاب عن اولا الممارسه السياسيه والمشاركه في القضايا العامه يلا تتطلب قناعه حقيقيه في تحمل المسؤوليه وفي المشاركه في تدبير الشان العام، عاد مستعد ولاد هدف عنك تعود في حزب اياك تعود عنك تجبر انت روايه شخصيه. وبالتالي يا الله يخلق العطاء ويا الله يخلق غير هون لا يتناط يتكرر يخلق العطاء يخلق انت توصل للمشاركه هي يا الله الشاب يفهم عنه امام انت تستغل مراحل معينه ولين تحقق الحقيقه والله يبيح ذا وانت غير شت من الامور اللي تساهم في هذا امور ثقيله شوي ما تتعلق بعقليه مجتمعنا احنا اليوم يعود الحزب قاع مهم عنده الحزب اللي هو اللي يقدم الشباب ويديره هو اللي يتكلم عن وارك الجانب السياسي اللي الاخر عند الدول والدولة يا الله تتعود الدولة بالضبط هذا عن الجانب السياسي ايه الجانب السياسي هو المشكلة به اللي شنو به اللي هو انت والحزب شو قاعد عدل امام الاستحقاقات عنه يزج بعض الشباب مناصب عود قيادية مناصب انتخابية كبيرة قال الحزب مولي لا ننسى عن فترة تحضير الانتخابات فترة عملية حسابية وانا نعود نزج باسم شاب على راس الايحاف دائرة انتخابية في الداخل نعود الولاء المشكلة هون المجتمع العقلية نعود الولاء ما هو حزبي محض عود المشكله هون يعني قاعد زجيت بالشاب على راس اللائحه ما يضمن لي ذاك المقعد الانتخاب. طيب زاد عندنا مشكله في بعد قاع تعطيل وتوعيه المجتمع مثلين قالوا قاع الممارسه السياسيه والانتماء الحزبي هاي مشكله يعانون الشباب. دائما الحزب يعود يقع ويقولوها قياديين في الحزب وفي الواقع احنا مستعدين نقبوا نسبه كبيره من الشباب نزجوا بها كان قد تعود على الاقل قاع اهداف الالفيه وتوصيه المجتمع الدولي وفي تمكين الشباب في الناحيه مطلوبه. غير المشكله كان قاعد يلاقي دستور قواعد يؤثر بها بطرق تقليديه اخرى مازالت مطروحه هذيك مشكله مطروحه معناها شنو معناها عن ذبع الجانب يتعلق بالسلطه التنفيذيه انا شاك عنه خلق فيه ياسر مش غير بعد يطلب الطموح والاستعداد وقناعه الشباب عنه لابد من يواصل لابد من يواصل وعن فهم النتائج تقدمت بغض النظر عن ذي العوائق اللي جبرنا في اخبار كورونا وفي اخبار حرب كورونا نعرف عن الفرص عنهم ان شاء الله متاحه وعن الشباب يطالب ياسر وعنهم اللي فاصل في ياسر. طيب استاذ وقتنا ما تلم منه يسر في محورنا الاخير محور افاق مستقبل الشباب في ظل هذا الاهتمام البالغ من فخامه رئيس الجمهوريه وفي ظل ما تحقق كيف ترى مستقبل الشباب وافاقه في ما تبقى من ماموريه فخامه رئيس الجمهوريه في المستقبل القريب بشكل عام؟ انا الشاك عند الاهتمام عند السلطات العليا عند فخامه رئيس الجمهوريه حول الشباب يحتاج ياك يتحقق ميدانيا ويترجموا الشباب ويسعوا فيه وعود فهم اللي طلب ملح عليه بشكل سياسي وبشكل عقلاني مثل ماذا بتكون تأكيد أنا أشرح لك ياسر من الأفكار اللي اليوم تخسر للشباب واللي موجودة في الخطابات اللي سائدة حولهم عنهم يختزلوا مسألة الشباب اللي يا الله تتعود مبنية على تغيير اجتماعي وثقافي كبير عام يختزلوها بنوع من الصراع الجيلي بين شمل الوظائف عندهم جيل قديم يرتوي يزاح وجيل بدو جيل جديد اللي لا يتمتع بخبره لا يتمتع بمستوى ثقافي لا اجتماعي مثلا يخول له اداره الامور انا شاك عند الاختزال يخسر علينا ياسر الشباب دائما كان ينظر له من جهه باعتباره مشكله ومن جهه باعتباره حل يتسبب بالارهاب ومن جهه اخرى صانع للسلام يتسبب بالبطاله وينتجها ومن جهه اخرى مثلا
بمهارات القياديه والرياديه يمكن يخلق تطور منتج. اي نظره نحن يا لطيف نعتمده تماما عن الشباب ايضا يساهم في الروايه ومن خلال راسه دور الحاجه للشباب وعن الشباب يعطوا دور لا تنبع فقط من تنبيه التنميه البشريه ذاتيه وانما القايه استراتيجيه. من الصباح عندنا القاز عندنا ياسر مثلا نترقبوا ياسر من الشيء وفي محيط اقليمي متصدع وفي ياسر من القلاقي الشباب يرتعد حاضر يؤدي دوره السياسي كما ينبغي. الافكار اللي عند السلطات العليا واللي عند الشباب هم انفسهم يرتهم يخلقوا لها اطار ميداني يربط بيناتها ويرتهم يجسدوها يرتهم ينعتوا الاراده اياك يتحقق على مستوى يتعدى. السنتين التاليات والسنوات نرجو عن يتحقق ذلك الطرق نقول لك عن الشباب يوجد سياسيا ومن خلال الاطارات المعروفه والممارسات والاعراف التقليديه اللي عاده تعادل بها السياسه على النحو اليوم كوسائل. واضح. تفضل استاذ، كيف ترى مستقبل الشباب؟ ارى ان مستقبل الشباب لانه اولا يتطلب قدر من جاهزين للشباب اللي موريتاني قاد مدارك عليه قدر من 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 الحمد لله من الناحيه الاقتصاديه عن طريق الغاز اللي ان شاء الله 2023 احتمال يبدا، وهذه لا شك بانها فرصه للشباب الموريتاني وفرصه للوطن بصفه عامه. لكن يجب الشباب الموريتاني يستغل هذه الفرصه استقلال ايجابي، اولا يعود على مستوى عالي من المسؤوليه، وكذلك هو اللي يعود هو بحد ذاته متكون بالمجال به اللي نحن ما نقدر نعودوا قادمين لهذا المجال وعلى هذا الاقتصاد اللي نحن لا شك بانه دور يغير واقعنا في الوقت اللي تعود ملي ما عندنا قدرات بان نسيروا هنا احنا فيما بيناتنا، وهذا بحد ذاته يلا الشباب يعود بعض مركز عليه ويهتم به. مساله ثانيه هو بعلن الشباب هون مساله يجب على انه يلا يعود فاهمها اللي الشباب الحمد لله اصبح مسؤول واصبح مطروح عليه مسؤوليه كبيره، معناها لان ما يلا يتم استقلاله في الامور اللي تعود ما عندها اي جدوى لبناء الوطن، ولا يلا يعود يتم استقلاله من اجل اقراءات ماديه يجب ان تعود عند المصلحه اولياء واللي هي الوطن واللي هي الركيزه الاساسيه بالنسبه له. نحن ما يلا يعود خالق شيء اهم عندنا وخير عندنا من بناء الدوله الموريتانيه، وهذا هو اللي يفتقده الشباب به. اللي الشباب اليوم الى تيتي يتعدل مع احد منهم اي عمليه في المجال السياسي والله اي شيء والله ليتي يتعاطف في المجال السياسي اذا هو لك عنده مطالب سطحيه، نحن ندور لا مده نمشي معاها تعطينا الفضه والله مده تعدلنا شيء من الامور اللي تعود سطحيه ما هي جوهريه. هذا بحد ذاته يجعلنا نقول بان الشباب يجب انهم يرتقوا بطموحهم ويرتقوا بفكرهم وانهم يفهموا بان هذا النوع من الطرق ما تقدر تنبني به موريتانيا، يلا تعود عندنا امور اساسيه. ويجب كذلك ملي انهم يفتكوا مواقعهم داخل الاحزاب السياسيه، افتكاك يعود ايجابي ويعود ملي عندهم فكر موازي للبلدان المتقدمه، ما نقدر نعود دائما تملا في هذه البوتقه وعلى ان نمشوا في تيار معين والله في جهه معينه ونعود وما عندنا احنا افكار مستقله ولا عندنا راي مستقل، وهذا بحد ذاته شايفين احنا بان يجب ان الشباب والله آن الاوان بانه يتخطى هذه المرحله من اجل بان نتخطى هذه الصعاب كامله. طيب شكرا استاذه فاطمه. نعم نحن كشباب متفائلون جدا تجاه هذه البرنامج هذه البرامج الشبابيه التي حددتها الحكومه، والشاب الموريتاني لابد له ان يتكون. فأنا سأتطرق إلى كما قالت الأخت بأن الشاب يقف عند نقطة واحدة عند اختصاصه، فأنا بالنسبة لي الشاب لابد أن يتكون تكوينين أو ثلاثة أو أربعة، لابد أن تكون له مهارات متعددة أن يكون له اختصاصين أو ثلاثة، فمن العيب أن يكون للشاب اختصاص واحد. فإذا كان لديك ثلاثة اختصاصات ظروف عيادة ما تسمح بذلك، قد يكون تكون ظروفه شابي غير سامحة بهذا كله، لكن تفقرش قاع علاج بر تخصص واحد لكنها قد تسمح بذلك أيضا. فكثير من الشباب الموريتاني يجد فرصة، لأن نحن هنا في موريتانيا الوالدين هم الذين يهتمون بتدريس الشباب وبتمكينه ويحاولون ويبذلون كل جهودهم حتى يتكون هذا الشاب
لكن الشباب يعني الله يزيلهم شيء ما تلاقوا صايبين عنه في استمر هو يتكون ان شاء الله ان شاء الله بعدين ان شاء الله. لكن الشباب هم الذين يتهاونون بهذه النعمه. عندما تكون تدرس ووالديك يهتمون بدراستك وينفقون عليك وكل هذه نعمه من الله تبارك وتعالى، لا بد لك أن تثمن هذه النعمة، ولا بد لك أن تجعلها فرصة حقيقية وتتكون. التكوين الآن هنا في بلادنا لا يتطلب الكثير، هناك الكثير من الثانويات للتكوين المهني، وكل هذه الثانويات لها الكثير من الاختصاصات تتكون سنتين تتكون في هذا الاختصاص، وسنتين أخرى تتكون اختصاص تصبح قادر على ممارسة بكل سهولة. نعم، عندما لا تجد فرصة في العمل بهذا التكوين وتعمل بالاختصاص الآخر، فهذا جيد. الشباب لا ينقصوا إلا التكوين، فالتكوين لا بد من أن تتكون، ولا بد أن تكون لك إرادة حقيقية في إرادة حقيقية في بناء هذا المجتمع، ولا بد أن تكون لك أهداف. الشاب لا والشاب قادر، هو يقدر على كل شيء، هو شاب يمكن واضح. شكرا جزيلا دكتورة. في ظل هذه الإرادة السياسية تحدثنا عنها كثيرا، وفي ظل أمور ملموسة مثل مشاريع مثل إشراك فعلي لقيادات شبابية، في ظل اهتمام متزايد للشباب بالسياسة وبالشأن العام والملاحظة والمتابعة والنقد حتى، كيف ترى مستقبل الشباب في ظل هذه الظرفية، وما آفاق تطور وصول الأهداف؟ في ظل كما نوهتم الاهتمام الزائد من طرف الجهات العليا بالشباب، في ظل أيضا التطلع المتزايد من طرف الشباب إلى الولوج إلى المناصب التي تجب أو إلى الحصول على المكانة التي يطمحون إليها، أرى أن في المتبقي من المأمورية سيكون أكثر إيجابية، سيكون أكثر يعني في وعد رئيس الجمهورية بتفعيل دور المجلس الأعلى للشباب. أتمنى أن يتم الإسراع في ذلك، وأن يمنح الصلاحيات التي تجب في حمل طموحات الشباب والسعي في تحقيقها، وأن يكون إن شاء الله يا ربي يكون أكثر فاعلية من ذي قبل، من المجلس الذي يكون يعني يلتزم بحمل طموحات الشباب والسعي في تحقيقها. أيضا أتمنى أن يتم إعطاء نسبة للشباب الموريتاني في البرلمان الموريتاني، ولوج البرلمان الموريتاني يكون هناك تمثيل للشباب. لا شك إذا كان الشاب إذا ولج البرلمان الموريتاني وحمل طموحات شبابه وأوصلها إلى المكان التي يجب أن تصل، لا شك ستطبق مع النية المسبقة من الجهات العليا في تطبيقها ومن تطوير دور الشباب. أيضا أتمنى أن يتم خلق زيادة من المشروعات على مستوى وزارة التكوين المهني على غرار مشروع مستقبلي هذا، وأن يتم أيضا خلق فرص عمل أكثر إن شاء الله. فضل الأستاذ. أنا هون من ناحية نقول عن الحصيلة حصيلة مشرفة وعن مهمة، أنا أشكر فخامة رئيس الجمهورية وأشكر حكومته بقيادة المهندس محمد البلال مسعود، وعني طالب عن الوتيرة عنها تتواصل وتيرة هذه الإنجازات وهذه المشاريع. هذه من ناحية التنفيذية. من ناحية الأخرى السياسية هي اللي عندنا عليها شوي عنها وتيرتها يلاحظ عنها مثل ناحية سياسية ما تعلق بالتمكين. أنا هناك إعلان على فخامة رئيس الجمهورية هو بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشباب، ونرجو إن شاء الله أن يتحقق ذلك قريبا. وما يتعلق بالتمكين كيف قلت قبيل عن ذيك العوائق عنها لا يرتد عليها باش، يرتد عليها بقرارات تعود قد يعودهم تبويب عن بمعنى خانة رئيس الجمهورية. هذه الإرادة اللي عنده من ناحية سياسية أنت اللي تتحقق للشباب عن أول استحقاقات، وخصوصا في هذا التحضير لهذا التشاور، والله ذي التشاور اللي لشان الانتخابات مشرفة عليه وزارة الداخلية، يعني يتم التبويب على استحداث مناصب والله ماكن في ما يسمى بالقوائم، القوائم الانتخابية كيف لائحة نواك شروط وكيف لائحة الوطنية، أو أن تكون هناك جزء أن كوتا مثلا للشباب، وعليه هذا هو اللي قد يكمل الفارق. بما أن الدوائر الانتخابية كيف قلت لك بالداخل دائما عند ذيك الإشكالات وعند ذيك المشاكل، غير بعد اللي عام يلا يمكن فيه الشباب، هو المزنع ملاحظين فيه قلنا نعرف عن الإرادة
وذي اللي عيننا جبرنا احنا كشباب قيادي الحزب الانصاف قياده الحزب اللي ينقال لنا والتوصيات والالتزامات عن ان شاء الله الشباب دور يجبر ذاته من ناحيه سياسيه في اول انتخابات قادمه ان شاء الله هو القياده فخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ قزوان. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام. في نهايه هذه الندوه التي تطرقنا فيها لما تحقق للشباب خلال 3 سنوات من حكم فخامه رئيس الجمهوريه والعوائق التي تقف دون تحقيق ما يطمح له الشباب في بعض المجالات والمستقبل والافاق لهذه طموحاتي والامال، يسعدني باسمكم وباسمي شخصيا ان اشكر ضيوف هذه الحلقه الكرام وهما الساده السيد علي الدمين باحثا في العلوم الاجتماعيه، شكرا جزيلا لكم استاذي الفاضل. السيد مولاي مسعود ناشط سياسي، شكرا جزيلا لك استاذ. سيده فاطمه جبري الجاه ممثله مجموعه ابو بكر الحاج محمود باه سياسيه داعمه لبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه تعهداتي، شكرا جزيلا لك يا استاذه الكريمه. الدكتوره ام المؤمنين مولود الامينه العامه للوكاله الوطنيه للبحث العلمي والابتكار مستشاره رئيس لجنه السياسه الشبابيه لحزب الانصاف، شكرا جزيلا لكم دكتوره. السيد الشيخ الصنبا الامين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسيه بلجنه شباب حزب الانصاف، شكرا جزيلا لكم استاذ. انتم مشاهدي الكرام وصولوا لكم شكر الى ندوه اخرى من ندوات الموريتانيه المواكبه لذكرى 3 لتصيب فخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني. الى ذلكم الحين اترككم في رعايه الله وحفظه.